شكرا لك سهام. أهلا بكم مشاهدينا في جولة على أبرز الصحف التي تناولت ما سمته بمأزق الحكومة الإسرائيلية في الرد على الهجوم الإيراني، لا سيما في ظل الخلافات المستمرة داخل حكومة الحرب، كما رأت أن وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل السبل لوقف التصعيد. صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت الصحيفة عن استمرار الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح منقسما بشدة بشأن الحرب على غزة، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة نتنياهو. وأضافت أن الضغائن والخلافات مستمرة منذ مدة بين نتنياهو ويوايف لغالانت وبيني جانتس بشأن أهم القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في هذه الحرب، وأن انعدام الثقة بينهم واضح للغاية. كما أشارت إلى أن نتنياهو يحاول إدارة الحرب على غزة بنفسه، في حين ينظر إلى جالانت وغانتس على أنهما يحاولان استبعاده من اتخاذ كل القرارات. وتنقل الصحيفة عن مطلعين أن مقربين من غانتس يحاولون إقناع أعضاء ائتلاف نتنياهو وحزبه بالاستقالة من الحكومة وإجبار رئيس الوزراء على التنحي لتعزيز فرص غانتس كي يحل محله. أما في صحيفة واشنطن بوست فقد توقف ديفيد إغناتيوس عند مأزق إسرائيل بشأن الرد على إيران دون التصعيد، وتساءل من خلال العنوان التالي: كيف يمكن الرد على إيران دون تصعيد؟ وأشار من خلال هذا العنوان، أشار إلى أنه بينما يرى المسؤولون الإسرائيليون أنه لابد من الرد على الهجوم الإيراني ويدرسون قوائم الأهداف المحتملة، فإنهم يبحثون عن طرق لإيصال هذه الرسالة دون أي تصعيد. وأضاف أنهم يواجهون معضلة الردع، فكيف يمكن أن تظهر إسرائيل استعدادها لاستخدام القوة من دون توسيع الصراع؟ كما لفت الكاتب إلى أنه بالنسبة لإدارة بايدن فإن رفض الإسرائيليين مناشدات وقف التصعيد وتصميمهم على الرد هو أمر مخيب للأمان، لا سيما أن المسؤولين كانوا يأملون أن يكون تحييد الهجوم الصاروخي الإيراني بمثابة استعراض كاف للقوة، وأن تتبع ذلك مرحلة من التهدئة في غزة. أنتقل معكم إلى الصحيفة التالية. لدورها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نتنياهو يواجه معادلة دقيقة، وهي كيفية الرد على إيران حتى لا يبدو ضعيفا مع تجنب استعداء إدارة بايدن والحلفاء الآخرين الذين نفد صبرهم من استمرار الحرب على غزة. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن خيارات إسرائيل تتراوح بين ضربة مباشرة لإيران أو العودة إلى أساليب حرب الظل أو عدم الرد على الإطلاق، ونقلت عن محللين أن عدم الرد هو تنازل يمكن أن تستفيد منه إسرائيل لتشجيع فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران أو إطفاء الطابع الرسمي على تحالف مناهض لطهران بحسب الصحيفة. من جهتها نقلت بوليتيكو الأمريكية أن الدعم الذي قدمه جو بايدن لإسرائيل في أعقاب الضربة التي شنتها إيران لا يحد من حملة الضغط الأمريكية على نتنياهو بشأن غزة. وبحسب هؤلاء ترى الولايات المتحدة أن دفاعها عن إسرائيل أمام الهجوم الإيراني منفصل تماما عن المفاوضات المستمرة بشأن غزة، كما أن واشنطن لا تزال مستعدة لإعادة التفكير في دعمها لإسرائيل إذا لم تبذل مزيدا من الجهد لحماية سكان القطاع وفق ما تنقل الصحيفة. كما تشير أيضا إلى أن محللين يرون أن دفاع بايدن عن إسرائيل في وجه إيران قد يمنحه اليد العليا في المفاوضات مع نتنياهو، خصوصا بشأن الهجوم على رفح. إذن كان هذا في بوليتيكو. أما صحيفة
لوموند الفرنسية، فرأت أنه بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بات من الواجب بذل جهود لتجنب اندلاع حريق هائل في المنطقة، وأشارت إلى أن أفضل طريقة لتهدئة التصعيد ستتحقق بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأضافت أن نتنياهو سيكون مخطئا إذا اعتقد أن الدعم غير المشروط الذي قدمه الحلفاء في التصدي للهجوم الإيراني دليل على أنهم سيدعمونه في جميع الظروف. أما في سياق الحرب الدائرة في السودان، وفي مقال نشرته صحيفة العرب الجديد، تناول وزير الخارجية السوداني علي صادق علي موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة في بلاده، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية للحرب في السودان تعود إلى إصرار أطراف خارجية وداخلية على إبقاء قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة وتقويتها لتكون جيشا موازيا للقوات المسلحة. وأضاف أنه بينما يقول الاتحاد الأوروبي أنه يتخذ موقف الحياد من المتحاربين، إلا أن الجرائم التي صمت عنها في السودان باسم الحياد أسوأ مما عرف عن ممارسات بوكو حرام وتماثل ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية. كما سأل وزير الخارجية هل يملك من يتبنى الحياد تجاه الطرف الذي يرتكب هذه الجرائم أي سلطة أخلاقية لوعظ الآخرين عن القيم الإنسانية؟ وعندما يوضع الجيش على قدم المساواة مع ميليشيا من المرتزقة ومع الأخذ في الاعتبار موقع السودان الجيوسياسي البالغ الأهمية، أليس ذلك تشجيعا للإرهاب والفوضى؟ كما أكد الوزير السوداني أن الالتزام بمخرجات منبر جدة هو السبيل للتصدي للأزمة الإنسانية في السودان والتمهيد للسلام. إذا كانت هذه أهم الصحف العربية والعالمية التي قرأنا منها وسلطنا الضوء عليها. أما الآن عودة إلى الزميلة سهام واستكمال للتغطية.